كانت مداخلتي في هذه الندوة مركزة على يعني مقارنة بين يعني ذكرى استرجاع إقليم وادي الذهب والمنجزات التي تحققت بعد ذلك في جهة وادي الذهب القولاء. فمعروف أنه غدا استرجاع هذه الجهة سنة 1979 كانت هذه الجهة وخاصة المدة الداخلية تفتقر إلى كل التجهيزات الأساسية بطبيعة الحال، وكان يعني على الدولة أن تقوم بمجهود كبير من أجل أولا فك العزلة عن هذه المنطقة، ثم مدها كذلك بكل ما يتعلق بأسس الحياة الكريمة للمواطنين، وخاصة ما يتعلق بالصحة والماء الصافي للشرب والكهرباء والتعليم والطرق إلى آخره. يعني كان مجهود كبير تنموي أقامته الدولة من أجل أن تتمكن هذه المواطنين المغاربة في هذه المنطقة من أن تكون لهم يعني حياة كريمة في هذه المنطقة، الشيء الذي تحقق الحمد لله خلال السنوات الأولى من غداة استرجاع هذه الجهة. بعد ذلك انتقلنا إلى مستوى ثاني، هو أن المجهودات التي بذلت مكنت من إقامة بنية تحتية أساسية لهذه الجهة، جعلتها ليس فقط يعني تحافظ على هذه البنيات الأساسية، ولكن كذلك تستقطب كذلك مجموعة البنيات المهمة جدا التي تجعلها جهة تنافسية وجهة كذلك قادرة على استقبال استثمارات مهمة جدا في قطاعات الصيد البحري والسياحة والفلاحة والطاقات المتجددة. جهة كذلك في موقع استراتيجي جد متميز في علاقات المغرب مع أفريقيا والصحراء، وبالتالي جهة مبوئة لأن تلعب دورا مهما محوريا من خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كما هو الشأن بالنسبة للميناء الأطلسي، وكما هو كذلك بالنسبة للمنطقة السياحية والمنطقة الحرة للتصدير. هذه كلها مشاريع ستجعل هذه المنطقة قادرة أن تلعب دورا مهما جدا في علاقات المغرب مع أفريقيا وعلاقات جنوب، لأن المغرب اليوم من خلال الزيارات المتكررة لصاحب الجلالة هذه الدول قرر اليوم أن يعود إلى جذوره الأفريقية ويتبوأ مكانة مهمة في علاقته مع الدول الأفريقية. وبالتالي هذه الجهة مؤهلة بكل مقاييس أن تلعب هذا الدور. من جهة أخرى نحن أيضا في مسلسل كذلك الحكم الذاتي والجهة الموسعة نعول كذلك على رهانات المتعلقة إن شاء الله بالانتخابات الجهوية المقبلة من أجل إفراز نخب قادرة على أن تقود هذه السفينة المهمة جدا، لأنها مهمة على المستوى الديمقراطي، على مستوى إرساء الحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى مستوى الوحدة الوطنية كذلك، وعلى مستوى كذلك الحكم الذاتي الذي هو كذلك برهان كذلك أن المغرب يعني قادم إن شاء الله يواصل كذلك جهوده من أجل إنهاء النزاع المحتمل في الأقاليم الجنوبية.